السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. طماطم يا تشاتا باركي في مشرتي من اكثر الاغذيه استهلاكا، يعني على الاقل في الطبخ المغربي وربما في الطبخ العالمي كذلك، وهذه نقطه ايجابيه نظرا للمكونات الغذائيه ديالها والفوائد اللي تحتوي عليها الطماطم. فمتنجيو نشوفوا الجانب الايجابي ديالها، فاكيد ان عندها فوائد كثيره بالنسبه لجسم ديال الانسان، وخصوصا ان مؤخرا صبحنا تنهضروا عليها ودخلت هي في الخانه ديال الاغذيه لتقي من السرطان. هنا دائما تنرجعوها الساده المستمعين اللي متبعين معنا غادي يفهموا بان راه جميع الاغذيه تقي من السرطان، ما كاينش هناك وصفه طبعاً. نعم ما كاينش هناك وصفه سحريه ولا غذاء سحري اللي تلعب الدور هذا بوحدو. فملي تنهضروا على الطماطم اكيد هنا هذه فتعتبر من الاغذيه اللي ما تحتويش على سعرات حراريه كثيره، وبالتالي ما فيها لا سكريات بشكل كبير، تقريبا 3-4% السكريات، البروتينات كذلك نسبه قليله جدا وما فيهاش دهنيات، وبالتالي فما تنحيدوهاش تقريبا في جميع الحميات. تنخليو الطماطم سواء كانت بالنسبه للمصابين بداء السكري او لا الناس اللي تعاني من المشكل ديال القصور الكلوي او غذاء مثالي. اذا نعم داكشي علاش ربما حتى تدخل في العادات داخله في الطبخ ديال جميع تقريبا الوصفات ولا ديال الاطباق تلقاو بوجود ديال الطماطم. فاللي تيميز الطماطم على الاغذيه الاخرى هو احتوائها على مضادات الاكسده بشكل كبير، وخصوصا على واحد الماده اللي الان دايره ضجه اعلاميا، واللي هي ماده تقي من السرطان وخصوصا سرطان البروستات عند الرجل. هنا تنتحدثوا على ماده ديال الليكوبين. هذه الماده ديال الليكوبين اللي كاينه بشكل كبير في الطماطم، وخصوصا يعني ملي تنتحدثوا على هذه الماده الليكوبين فعندها علاقه مباشره بالوقايه من الامراض السرطانيه. واخا استاذ سؤالي هو واش هذه الماده ديال الليكوبين تتبقى في مطيشه واخا طيبه؟ نعم تتبقى في مطيشه واخا تكون واخا تطيب مطيشه تتبقى في هذه الماده هذه. تتبقى محافظه على كل المكونات ديالها الغذائيه المفيده؟ نعم هذه الماده ديال الليكوبين تتبقى حاضره في طماطم. كاين بالعكس ان كاين هناك دراسات تشير على ان الوجود ديال هذه الماده ديال الليكوبين ملي تتكون في المطيشه طيبه اكثر من ما تتكونش مطيشه طيبه. فهذه المساله ديال احتواء الطماطم على هذه الماده ديال الليكوبين اللي هي تدخل خصوصا يعني الدراسات تبين على ان هناك علاقه مباشره بماده ديال الليكوبين والوقايه من الامراض ديال السرطانيه وخصوصا سرطان البروستات. وبالتالي عند الرجل فالاستهلاك ديال هذه الماده او الاستهلاك ديال الطماطم خاصو يتم بشكل يومي، لان احنا هضرنا على السرطان ولكن الطماطم كذلك عندها دور كبير جدا في الوقايه من امراض القلب والشرايين اللي هي السبب الاول للوفيات في العالم، وهذا نظرا لمضادات الاكسده اللي تحتوي عليها بشكل كبير. والطماطم تنعرفوا بان فيها الماء بزاف، وبالتالي فهي فيها الفيتامينات المذابه في الماء بزاف وعلى راسها فيتامين سي. فتناول ديال الطماطم يعني احنا تنعرفوا اننا نقدروا نتناولوا مطيشه ولا جوج بسهوله، يعني ماشي صعيب اننا نتناولوا، ماشي بحال اللي غنهضر مثلا على الكرافس ولا على القزبر ولا على المعدنوس، صعيب باش انني نتناول 200 غرام ديالو، في حين ان الطماطم نقدر نتناول مثلا في وجبة ديال الغداء نقدر نتناول 200 غرام بسهولة، يعني ما بين شلاضة ما بين الطاجين إلى آخره. فاستهلاكها وإعطائها وإدخال هذه المواد للجسم يعني يساعد كذلك على سد الاحتياجات ديالنا من مجموعة الفيتامينات والأملاح المعدنية. وهذه الدراسات اللي تنهضر عليها واللي تنشرات وهضرت عليها الفيدرالية العالمية لمحاربة السرطان اللي تتهضر كذلك بأن كاين هناك علاقة ما بين تناول ديال الطماطم والوقاية من سرطانات ديال بعض الاعضاء ديال الجهاز الهضمي وعلى راسهم الفم والانبوب الهضمي. فملي تنهضروا هنا تنهضروا دائما على الوقايه، ما تنهضروش على العلاج. فالناس ماشي يسمعوا الان انا تنهضروا على الطماطم ويمشيو الناس اللي مصابين بالسرطان وبقاو يتناولوا هاد الطماطم، لا تنهضروا على المشكل ديال الوقايه. كاين نقطه اخرى هو ان كاين هناك طماطم وطماطم، لان كاين للاسف بدينا تنشوفوا في السوق يعني كاين هناك طماطم اللي ما تتخسرش، وهذه مسألة خطيرة جدا. هي اللي نخافوا منها. نعم أكيد. يعني هي مسألة غير عادية ومسألة غير صحية ومسألة غير طبيعية، وماشي مزيانة أننا نشريو طماطم وتدوز عندنا في البيت ربما ثلاث أسابيع وما خسرتش.
فهنا تدل على ان هذيك الطماطم هي غنيه بمواد كيميائيه غنيه بمبيدات، وهذا تقدر يشكل خطر وفي عود ما تعطينا النتيجه الايجابيه ربما تنوليو في النتيجه العكسيه في النتيجه السلبيه. لهذا فانا دائما تنشجعوا حنا دائما من خلال يعني برنامجنا كلو تمان تنشجعوا الاستهلاك ديال الاغذيه اولا الموسميه وثانيا المحليه. وبالنسبه الموسميه محليه ونتاكدوا من المصدر ديالها، هذه اللي تتبقى صعيبه استاذ نبيل عياش. كيفاش ممكن نديروا الفرق ما بين اغذيه اللي عامره بمواد كيميائيه واخرى اللي طبيعيه؟ هي بطبيعه الحال الاغذيه اللي تتكون عامره بمواد كيميائيه تتبان قبل الوقت ديالها نعم، وربما المنظر ديالها تيكون مزيان باين يعني تتاتيغي من البعيد وتتكون ربما كبيره كذلك. ولكن ما نكذبش عليك انا اختي سميره، بالنسبه لهذه الاغذيه دي بحال دابا ملي هضرنا على النعناع القزبر معدنوس ربما حتى الحامض ربما حتى الطماطم، يعني هذه اغذيه اللي خاص الانسان نتعلموا اننا نديروها عندنا في البيوت ديالنا. يعني في محبق مثلا راه مطيشه ما تطلبش يعني شي حاجه كثيره، ما خاصهاش اتساع بلا قياس، ما خاصهاش اتساع كبير، يعني يقدر الانسان انه يديرها في البيت ديالو بحال دابا النعناع القزبر معدنوس. هذه اغذيه اللي حنا اللي تنستهلكوها بشكل كبير، تنستهلكوها بشكل يومي وربما مرات متعدده في اليوم، وصبحنا تنخافوا بزاف من المصدر ديالها لان المصدر ديالها ما بقاش، حنا ما تنعموش بطبيعه الحال. باقي الحمد لله الناس اللي تيديروا الامور كيف ما خصها دار وما تيديروش مواد كيميائيه اللي غير مسموح بها وتيسقيو بالماء نقي، ولكن كاين بعض الحالات اللي هي للاسف موجوده واللي خصنا نعترفوا بها اللي تيخلي ان الاستهلاك ديال هذيك الماده فعاد ما يكون استهلاك ايجابي ربما تيولي استهلاك سلبي، وحنا ماشي هذه النقط اللي بغينا لها، وخصوصا فيما يخص بعض الاغذيه اللي بحال الطماطم اللي الاستهلاك ديالها كيف ما قلت يعني خاصها تدخل عندنا، خاص واحد العاده تولي ان ربما هي كاينه وكانت ولكن بدات تقل، ان في الشلاطه كيف ما بغات تكون نوع ديال الشلاطه خاص يكون فيه مطيشه، لان هذاك اللون انا لان كاين هناك علاقه كذلك، وهذا موضوع كبير جدا ربما نرجعوا له من بعد، كاين هناك علاقه ما بين اللون ديال الغذاء وما بين وظيفته داخل الجسم ديال الانسان. فهذاك اللون الاحمر اللي تعطى، لان كاين بعض الاغذيه عندها بعض الالوان اللي ديك الالوان ديالها تتجبد تتجبدك لعندها، بحال هذا اللون مثلا ديال الطماطم اللي هو لون احمر، او اللون مثلا ديال المشماش اللي هو لون برتقالي، ولا ديال البرتقال اللي هو اصلا لون برتقالي، فهذه الوان كياتيغ تتجبدك عندها بحال تقول كولني. نفس الشيء بالنسبه للطماطم، يعني هذا اللون الاحمر ديالها اللي تيخلي ان الاتيغ الناس من بعيد من اجل الاستهلاك ديالها. والان الكل تنصح باستهلاك الطماطم بشكل يومي. واخا استاذ الطماطم معروف عندنا في الطبخ المغربي تنستعملوها في كل شيء تقريبا، نعم. شنو هي الحاجه اللي تقدر تجعل من الطماطم مضره بصحه الانسان؟ يعني طريقه الطبخ ولا طريقه الاكل اللي تجعل منها مضره؟ قلتي قبيله بانها فاش نطيبوها راه ما تتفقدش المنافع ديالها، نعم. شنو هي الطريقه يعني اللي يمكن تفقدها هذه المنافع هذه؟ هي اضافه السكر. إضافة السكر، لأن بعض الأحيان تتكون مطيشة حامضة وفي بعض الوصفات بطبيعة الحال إلا غنديروها مرة مرة ماشي مشكل، ولكن كاين الناس اللي تيليفو جوج ديال الأمور المطيشة واللي هي خاطئة. النقطة الأولى هي إضافة السكر، لأن حنا هضرنا بأن مطيشة تتلعب دور الوقاية من الأمراض السرطانية، فإضافة السكر لهذيك ليصوص تيولي مشكل. النقطة الثانية هي إضافة الملحة، حنا هضرنا عند قلنا بان مطيشه تتلعب دور الوقايه من امراض القلب والشرايين. فمني غنبقى ناخذ انا مطيشه بالملحه هنا غيولي عندي نتيجه عكسيه. ودابا الوصفات كلها فيها الملحه ديال المطيشه. للاسف. صلصه الحريره. لا ماشي لا مازال الشلاده. الطياب ماشي مشكل، ولكن بحال في الشلاده مثلا واش في الشلاده ضروري يزيد الملحه؟ ما تحتاجش في الحقيقه. ما تحتاجش. المطيشه ما تحتاجش شيء. لان يمكن حتى الا بغيت نزيد نقدر نزيد الخل فعاد ما نزيد الملحه. ولا الحامض. لان راه صعيب اختي سميره، راه صعيب ان يكون عندك واحد الغذاء تيلعب دور الوقايه من واحد المرض، وانت تزيد واحد الماده التي تسبب هذاك المرض. هنا تيوقع عندك مشكل. حنا ملي تنهضروا الان على يعني الاكثار، تنقول الاكثار من تناول السكر الابيض عنده علاقه بالسرطانات، الاكثار من الملح عنده كذلك علاقه بالسرطانات وامراض القلب والشرايين. فملي تنهضروا على ان الطماطم تحتوي على ماده الليكوبين، تحتوي على الكاروتينويد اللي تلعبوا الدور ديال الوقايه من هذه الامراض، وتجي انت وتضيف لها الملحه، يعني تتولي في عود ما تعطيها نتيجه ايجابيه تتولي عندك نتيجه سلبيه. فحنا تنصحوا باستهلاك الطماطم نعم، ولكن ماشي اشاك فوا غناكل مطيشه غندير لها الملحه، لان الطم هو شوف خصنا نستعدوا نفسيا لتناول المذاق الحقيقي ديال الطماطم.
وصدقوني ان ما كاينش هناك علاقه ما بين الطماطم والطماطم بالملحه. فرق كبير جدا. راه خصنا ندوقوا هذاك المذاق، هذاك المذاق راه ديال الطماطم الناس ما عارفينوش، حيت دائما تتناول المطيشه بالملحه او الا دار صوص يزيد فيها السكر. هذاك المذاق الحامض راه هي هكاك، خصنا نتناولوها ما كايناش فيها، كاينه فيها، خصنا نتناولوها هكاك. فباش نغيروها بماده نقدروا نغيروها بامور اخرى، ما عرفتش انايا، نزيدوا الحامض، نزيدوا الخل.